طرق الاستهلاك المعجل. وفي ظل هذه الطرق يتم تحميل الأرباح عن الفترات الأولى من استخدام الأصل الثابت بأقساط استهلاك مرتفعة، وذلك مقارنة بتلك المحملة على الفترات الأخيرة من استخدامه. بمعنى أن هذه الطرق تعالج عيوب أو أهم عيوب طريقة القسط الثابت السابق ذكرها، والتي تفترض على أن السنوات المالية تستفيد من الأصل استفادة متساوية. أما هذه الطرق فتقوم على أن السنوات المالية الأولى تستفيد من الأصل استفادة أعلى، حيث يكون الأصل بكامل كفاءته، بينما السنوات المالية التالية تستفيد من الأصل استفادة أقل، حيث تكون كفاءة الأصل الثابت بدأت في التناقص. لذلك يجب تحميل السنوات الأولى بأقساط استهلاك مرتفعة، بينما تحمل الفترات الأخيرة أو التالية أقساط استهلاك منخفضة. إذن فلسفة طرق الاستهلاك المعجل تقوم على تحقيق التوافق بين نمط توزيع تكلفة الأصل الثابت المراد استهلاكها ونمط الحصول على المنافع المتوقعة من استخدام الأصل. أيضا مصروفات الصيانة والإصلاحات تتزايد مع مرور سنوات العمر الإنتاجي للأصل، ومن هنا فإن توزيع تكلفة الأصل تحتسب مصروفات أكبر للاستهلاك في السنوات الأولى، عندما يكون الأصل قادرا على إنتاج تدفقات أفضل ومصروفات استهلاك أقل في السنوات الأخيرة، وذلك عندما تقل هذه التدفقات، ويعتبر هذا توزيعا متسقا ومنطقيا. الطريقة الأولى من طرق الإهلاك المعجل طريقة الرصيد المتناقص، أو ما تسمى كما ذكرنا بطريقة المعدل الثابت من القيمة الدفترية. يتم تحميل الفترات الأولى كما ذكرنا بأقساط استهلاك مرتفعة، ويطلق عليها أيضا طريقة المعدل الثابت من القيمة الدفترية أو المعدل الثابت على الرصيد المتناقص، وأيضا تسمى بطريقة مضاعف القسط الثابت، حيث أنه في هذه الطريقة يتم مضاعفة معدل القسط الثابت بضربه في 2. كيفية حساب مصروف الاستهلاك طبقا لهذه الطريقة على النحو التالي: يتم أولا حساب المعدل المضاعف، ويتم حسابه بالطريقة الآتية: 100% على العمر الإنتاجي بالسنوات مضروبا في 2. حساب قسط الاستهلاك يساوي القيمة الدفترية، وذكرنا قبل ذلك أن القيمة الدفترية هي عبارة عن تكلفة الأصل ناقص مجمع إهلاكه في السنوات السابقة، وذلك مضروبا في المعدل المضاعف. هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة من طرق إهلاك الأصول الثابتة التي لا تأخذ قيمة الأصل كخردة في الحسبان، حيث يتم توزيع تكلفة الأصل بالكامل على سنوات الاستفادة منه. وأيضا طبقا لهذه الطريقة يجب الاستمرار في استهلاك الأصل سنويا حتى تصل القيمة الدفترية إلى ما يعادل القيمة المقدرة كخردة، ويتوقف عند ذلك احتساب الاستهلاك حتى ولو لم يبلغ الأصل نهاية العمر الإنتاجي المقدر أساسا. والمثال التالي يوضح كيفية حساب قسط الاستهلاك طبقا لطريقة الرصيد المتناقص. البيانات التالية متعلقة بإحدى الآلات التي اقتنتها شركة الهدى في 1/1/25. تكلفة شراء الآلة 400,000، قيمة الخردة المقدرة 50,000، العمر الإنتاجي المقدر بالسنوات 4 سنوات. الحل إذن طبقا لهذه الطريقة يتم حساب المعدل المضاعف على النحو التالي: 100% على العمر الإنتاجي بالسنوات في 2، وحيث أن العمر الإنتاجي للآلة هنا 4 سنوات، إذن يتم حساب المعدل الإضافي على النحو التالي: 100% على 4 سنوات، أي 25%، بضربه في 2 لمضاعفته، إذن المعدل المضاعف يساوي 50%. بناء على ذلك يتم حساب قسط الاستهلاك السنوي للسنة الأولى بضرب تكلفة الأصل كاملة دون أخذ قيمة الخردة في الاعتبار: 400,000 في المعدل المضاعف 50%، إذن قسط الاستهلاك للسنة الأولى 200,000. فإذا أردنا حساب قسط الاستهلاك للسنة الثانية يتم الوصول إلى القيمة الدفترية عن طريق 400,000، وهي التكلفة
ناقص مجمع الاستهلاك السابق 200، إذن القيمة الدفترية للسنة الثانية 200,000 فقط مضروبة في معدل المضاعف 50%، إذن قسط الاستهلاك للسنة الثانية 100,000 ريال، وهكذا قسط الاستهلاك للسنة الثالثة 100,000 وهي تمثل القيمة الدفترية وهي عبارة عن تكلفة الأصل بالكامل ناقص مجمع إهلاك السنوات السابقة وقدره 300، إذن القيمة الدفترية 100 في المعدل المضاعف 50، قسط الاستهلاك في السنة الثالثة إذن 50,000 ريال، القسط الاستهلاك في السنة الرابعة 50,000 وهو القيمة الدفترية في 50% المعدل المضاعف، إذن قسط الاستهلاك في السنة الرابعة 25,000 ريال، ويكون قيد اليومية في السنة الأولى حساب مصروف الاستهلاك 200,000 وحساب مجمع استهلاك الآلة 200,000، ويتكرر هذا القيد في نهاية كل فترة بقسط الإهلاك أو بقيمة قسط الاستهلاك الخاص بكل سنة مالية.